الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية، أقدم في هذا المقطع القصير جدا كيفية الحصول على تقديرات لمعلمات معادلة الانحدار أو دالة الانحدار الخطي المتعدد باستخدام المصفوفات المحددة. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. أبدأ الآن بإذن الله. على الآن أنه عندي y عبارة عن فيكتور يتكون من n في واحد اللي هو متجه، يتكون من نون من الصفوف وواحد من الأعمدة، يساوي x اللي هو عندي المتغير أو المتغيرات المستقلة، يساوي n في k، حيث k عدد المعلومات المقدرة، في بيتا. هلا هذه بيتا تساوي k ضرب واحد، عدد المعلومات k يعني بيكون على شكل متجه عمود يتكون من كي من الصفوف وواحد من الأعمدة، زائد الايرور اللي هو يتكون من ان في واحد. وبالتالي الآن بتلاحظوا أحبتي بأن هنا كأنما بقول أنا الآن هذا المتجه المتغير التابع هو عبارة عن واي واحد، واي اثنين، واي ثلاثة، إلى واي ان منها. أوكي، فحتى نتحقق من انه يعني المعادله مشروعه من ناحيه رياضياتيه، فنتاكد الان بنلاحظ على انه هنا شرط الضرب متحقق، كي في كي، اذا بتكون النتيجه ان في واحد حسب قوانين المصفوفات، وهذه ان في واحد وهذه ان في واحد، اذا الابعاد تحقق شرط الضرب والجمع كما تعلمنا نحن في الرياضيات الجبريه او اللي هي الجبر الخطي والفيكتور المتجهات والمصفوفات. فالان ابدا من هذه، الان عباره عن فيكتور متجه يساوي ماتريكس او مصفوفه اكس في بيتا، هذه المصفوفه مصفوفه المتغيرات المستقله، هذه عباره عن متجه المعلومات التي نريد ان نقدرها، وهذا الايرور. الان هذا يتضمن بان اي تساوي واي سالب اكس بيتا، اكس بيتا فقط، نقلت انا اي على طرف واحد، طرف الايسر او الايمن، ونقلت الاكس بيتا على الطرف يعني مع واي، وبالتالي بتكون اي تساوي واي اللي هو الفيكتور واي مطروح منه الان الاكس بيتا. الان اي ترانسبوز كما تعلمنا تساوي واي سالب اكس بيتا الكل ترانسبوز، وتساوي في هذه الحاله واي ترانسبوز سالب، الان هذه تصبح المعامل، والاكس يصبح اللي هو يعني المتجه او المصفوفة اللي هي مصفوفة المتغيرات المستقلة، تصبح كما يلي: إذا بيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز، إذا ضربنا الآن اي ترانسبوز اي يساوي في هذه الحالة، طبعا أذكركم بأنها تساوي مجموع اي اي تربيع from اي equal 1 to n، هي عبارة عن مجموع حاصل جمع مربع الأخطاء العشوائية، لكن لا أضحى بهذه الصيغة، أضحى بصيغة المصفوفات المحددات كما اتفقنا بداية. وبالتالي بتكون الصيغة كما يلي: y ترانسبوز سالب بيتا ترانسبوز x ترانسبوز في y سالب x بيتا. الآن بفك الأقواس، هذه ضربا قبليا y ترانسبوز مضروبة في y ضربا قبليا، وتساوي بهذه الحالة y ترانسبوز y، وهذه في هذه تصبح y ترانسبوز اكس بيتا، هذه في هذه تصبح سالب طبعا بيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز واي، واخيرا هذه سالب مضروبه في سالب اذا تصبح موجب، وبالتالي تساوي بيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز اكس في بيتا. الان هذه النتيجه كما نلاحظ احبتي، هذه الان حاصل جمع، اوكي، مجموع مربع المتغير التابع، وهنا الان بعض الاشياء المتشابهه، فدعنا
نفكر قليلا بهذا الترم هنا او هذه العباره طبعا، لاحظوا لي انه واي ترانسبوز اصبحت واحد في ان، هذه هنا واحد ضرب ان، وهذه ان في كي، وهذه كي في واحد كما نلاحظ الان. وبالتالي الان شروط الضرب تحققت، اذا واحد في كي وهذه كي في واحد، اذا هي تصبح واحد صحيح، لانه النتيجه بتكون كي في كي يعني متوافقه مع شروط الضرب، وبالتالي عباره عن سكالر. اذا هذه الكمية هي عبارة عن سكالر أو كمية ثابتة كما نسميها. إذا اتفقنا على بأنها كمية ثابتة. الكمية الثانية الآن أو المصفوفة هذه الآن، هذا الفيكتور مضروب في هذه المصفوفة في هذا الفيكتور، كذلك الأمر نثبت على أنه هاي تساوي واحد في كي، هاي كي في أن، وهاي أن في واحد. لاحظوا هلأ شروط الضرب وتحقق هذا يساوي هذا، إذا تطلع واحد في ان، وعندي آخر شيء ان في واحد، وبالتالي هاي تصبح هاي، إذا بيطلع عندي واحد صحيح، إذا هي عبارة عن سكالر ثاني. بما إنه الآن هذه سكالر، أرجو الانتباه لها لأنها مهم جدا أحبتي الطلبة والمتابعين، هذه سكالر الآن كمية ثابتة، وهذه سكالر كمية ثابتة لكن عناصرها متشابهة، إذا هي تساوي يعني هذه الكمية تساوي هذه الكمية، إذا نأخذ واحدة منها نضربها باثنين تكون بالحالة هاي النتيجة كما يلي. إذا تساوي y transpose y سالب 2، سأختار الثانية لأنها أهون علي بالحصول على الحل، بتساوي beta transpose x transpose y زائد الآن beta transpose x transpose x في beta. الآن هذه الخطوة قبل الأخيرة، نشتق الآن كل هذه المصفوفات محددات نسبة إلى البيتس اللي هن المعاملات التي نبحث عنها، المعلومات التي نريد أن نقدرها. وبالتالي الآن partial اللي هي E transpose E بالنسبة للبيتس، هذه الآن تساوي صفراً لأنه ليس هناك بيتا. هذه الآن تذهب هذه بالاشتقاق تصبح 2 x transpose y، هذه بالافتراض الأول اللي هو يعني افتراض انحدار الخط البسيط بأنه الإرور موزعة طبيعيا وبوسط يساوي صفرا وانحراف معياري أو تباين يساوي سيجما سكوير، فافترضنا بأن الأكسس هي عبارة عن كميات مثبتة ليست ثابتة كونستنت، هي مثبتة فيكست، حتى نعاملها كسكالر مؤقتا من عينة إلى أخرى. وبالتالي الآن هذه الآن بما أنها تصبح مضروب، يعني نعتبر هذا عبارة عن كمية ثابتة، إذا بيتا ترانسبوز هنا يعني إذا سمحتوا لي أحط بيتا ترانسبوز بيتا تساوي حاصل جمع البيتا تربيع، بيتا تربيع، فلا أريد أن أضعها في هذه الصيغة. الآن نختصر واحدة منها، وبالتالي الآن تساوي 2 في x ترانسبوز x عفوا أوكي في بيتا، وهي نسويها بالصفر. بعد ما نسويها بالصفر الآن أصبحت القاعدة يعني اللي هي نسويها بالصفر لأنه اشتق يعني تم الاشتقاق من أجل أن نقلل الآن minimize من حجم الايرور او الخطا المعياري او الخطا عفوا في التقدير. وبالتالي الان هذه الصيغه قبل النهائيه، فبعد اذنكم امحى كل هذا هنا، امسح كل الحكي هذا، وان شاء الله اني اكمل من اخر خطوه، من اخر خطوه توصلت لها. اوكي، الآن هذه بنقولها لفوق اللي هي partial e transpose e بالنسبة لبيتا تساوي الآن صفر بروح صفر، هذه السالب لاحظوا خليني أضعها هنا كما هي بعدين يعني بهونها، سالب 2 x transpose y بعدين موجب الآن 2 x transpose x في بيتا تساوي صفرا.
بنقل هذا الآن إلى الطرف الأيمن يصبح عندي بالحالة هاي وبالقسمة على اثنين طبعا بالقسمة بعد النقل خلينا دعنا ننقلها بالأول اثنين X ترانسبوز X بيتا تساوي الآن اثنين X ترانسبوز Y بالقسمة على اثنين نحصل على ما يلي X ترانسبوز X بيتا تساوي X ترانسبوز Y. الآن حتى نتخلص من نريد الآن نضع إشارة تميز هذه البيتا فنضع عليها الإشارة هات أو طاقية باللغة العربية. فالآن بضرب الطرفين بمعكوس المصفوفة اللي هي X ترانسبوز X all inverse بالطرفين بيطلع عندي الآن كما يلي X ترانسبوز X all inverse مضروب في X ترانسبوز X في بيتا تساوي X ترانسبوز X all inverse مضروب في X ترانسبوز Y. كما نلاحظ هنا هذه المصفوفة المعكوسة هي المصفوفة الأصلية إذا تعطيني ما يسمى بالIdentity Matrix اللي هو يعمل عمل الواحد صحيح بالضرب العادي مضروب في بيتا ووضعا عليها إشارة الطاقية تساوي X ترانسبوز X all inverse مضروب في X ترانسبوز Y وهو المطلوب الآن. يعني هذه هي النتيجة نسميها إحنا the basic result أو النتيجة الأساسية للمربعات الصغرى الاعتيادية لكن في طريقة المصفوفات اللي هي عندما يكون عندي لدي الانحدار المتعدد. إن شاء الله في مقطع قادم بإذن الله سأقدم مثالا على كيفية تطبيق هذه القاعدة. إذا يعني النتيجة النهائية إنه بيتا هات هذه تساوي X ترانسبوز X all inverse في X ترانسبوز Y. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.